بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق تحقيق المزيد من النماء والتقدم، منوها سموه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تقدم ونماء مستمر، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل والتنسيق المشترك تحقيقا للمصالح المشتركة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد محمد ولد بلال مسعود الوزير الأول بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.